ما نكذبش عليك، يعني راه يمكن نكونوا من الأقوياء، يمكن نكونوا من الضعفاء، ولكن إذا أنا مأكد عندنا الإمكانيات باش نكونوا من الأقوياء. عندنا الحمد لله رجال، نساء عندهم قواعد ديالهم، عندهم تصورة ديالهم، عندهم الكاريزما ديالهم. يمكن فينا احنا كنواب برلمانيين وكمستشارين كل واحد فينا يقوي المنطقة ديالو، ولا عطفاش نربح مقدر بحجوج ولا ثلاثة، احنا ولينا في 60. راه ممكن، ماشي ممكن ان الحركة الشعبية، لان الحمد لله متواجدة في جميع المناطق وعندنا رجال اقوياء، لان كنعتز نشتغل معهم في المكتب السياسي ونكون موضوعيين. الا اشتغلنا غنكونوا من الثلاثة الاولين او على الاقل الاربعة الاولين، ما اشتغلناش غنكونوا من الثمانية الاخرين. وهذه طبيعية، هذه طبيعة العمل الحزبي. الا احنا فعلا نضنا وتجمعنا وعطنا الامور المسؤولية وهذه راه مزيان. علاش؟ لان قواعد عندنا منتشرة في المغرب كامل، خصنا نحيوها ونأطروها ياك، ونحاولوا يعني نديروا لها التعبئة، وراه غادي يكون الخير مزيان. احنا دابا الحمد لله في الفريق في مجلس النواب والمستشارين بيناتنا واحد 35 ولا 36، الى غير كل واحد تعب وضاف مقعد ولا جوج، فاحنا ولينا في 60 ولا 70. يعني راه ممكن نكونوا من الاوائل، وعندنا راه عكس احزاب اخرى، راه الحركه الشعبيه اكبر انتشارا في المغرب هي الحركه الشعبيه. خاصنا الاليه ديال التعبئه، والحمد لله كما قلت عندنا رجال ونساء في القياده ديال الحزب، في الفرق البرلمانيه ديالنا، في النواب والمستشارين اللي عندهم قواعد وعندهم كاريزما وعندهم حضور. وقليل الاحزاب اللي عندهم هذا النوع ديال الناس وديال الرجال والنساء. تنقول لك قليل الاحزاب اللي عندهم هذا النوع ديال الرجال والنساء اللي عند الحركة الشعبية، في القوة ديالهم، في الكاريزما ديالهم، في الحضور ديالهم، في التأطير ديالهم، في الوطنية ديالهم كذلك، وفي الشعبية ديالهم. خاصنا نعبئوا هذه الطاقات ونستغلوا هذه الفرص هذه باش يمكننا نكونوا حاضرين في المشهد السياسي في 2021. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.